السلام عليكم. بداية أهلا بكم إلى موعد الظهيرة في الفاتح جونفي من العام الجديد، ولأنها بداية جديدة ننتظرها أن تهل علينا خيرا وبركة وغيثا. فقد أفادت نشرية جوية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية أن تساقطا للثلوج مرتقب اليوم الجمعة الفاتح من جونفي على مرتفعات شمال الوطن التي يتجاوز علوها 900 متر، ويمكن أن تتساقط على المرتفعات التي يبلغ علوها 700 متر بدءا من غد السبت بحول الله. الولايات المعنية هي تلمسان، سيدي بلعباس، معسكر، سعيدة، نعامة، البيض، الأغواط، الجلفة، تيارت، تيسمسيلت، عين الدفلة، المدية، البوليدة، البويرة، تيزي وزو، برج بارريج، بجاية، الصيف، باتنا. وقد يتراوح سمك الثلوج من 10 إلى 20 سنتيمتر خلال فترة صلاحية النشرية التي تمتد من اليوم الجمعة عند الساعة 3 زوالا إلى غاية منتصف يوم الأحد. كما يرتقب الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية أخرى سقوط أمطار تكون رعدية أحيانا مصحوبة بالبرد على كل من ولايتي طمن راست وإليزي، وستتراوح كمية الأمطار المرتقبة ما بين 20 و 40 مليمترا ابتداء من اليوم في الثالثة زوالا إلى الساعة الثالثة زوالا من يوم غد بحول الله. اللهم صيبا نافعا. وبمناسبة حلول السنة الجديدة كتب الوزير الأول عبد العزيز جراد على حسابه بتويتر: السنة 2020 مرت مليئة بالتحديات وصعبة، فارقنا الأحبة ودعنا قامات، وبتضافر جهود الجميع واجهنا الوباء. بحلول 2021 أتمنى فيها لرئيس الجمهورية وللشعب الجزائري دوام الخير والعافية والبركة، ولتكن سنة نستقي منها الأمل والرجاء لجزائرنا، ولنتكاتف لإتمام مسار التغيير. من الله التوفيق والسداد. تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، وعقب المشاورات مع اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة كوفيد-19 والسلطة الصحية، اتخذ الوزير الأول عبد العزيز جراد جملة من التدابير الإضافية: تطبيق تدابير الحجر المنزلي من الساعة 8 مساء إلى غاية 5 من صباح اليوم الموالي على الولايات 29 ابتداء من اليوم، وذلك لمدة 15 يوما. الاستئناف التدريجي والمراقب لأنشطة النقل البري ما بين الولايات سيخص وسائل النقل بالقطارات والحافلات وسيارات الأجرة، مع تحديد عدد المسافرين بمعدل 50%. بالنسبة للحافلات هو 5 أشخاص، بالنسبة للمركبات ذات 9 مقاعد و4 أشخاص للمركبات ذات 7 مقاعد. وسيتم استئناف طرقي النقل بالمترو والمصاعد الهوائية تليفريك في مرحلة ثانية وفقا لتطور الوضع الوبائي. وسيدخل الاستئناف التدريجي والمراقب لأنشطة النقل حيز التطبيق ابتداء من اليوم الفاتح جونفي، كما يمدد لمدة 15 يوما إجراء إغلاق أسواق بيع المركبات المستعملة على مستوى كامل التراب الوطني، إلى جانب تمديد غلق الأنشطة التالية: القاعات المتعددة الرياضات والقاعات الرياضية وأماكن التسلية والاستجمام وفضاءات الترفيه والشواطئ ودور الشباب والمراكز الثقافية. فيما يخص المدارس القرآنية سيتم فتحها في ظل التقيد الصارم بالتدابير والبروتوكولات الصحية للوقاية والحماية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19. وفي تطورات الوضعية الوبائية ببلادنا، سجلت أمس 299 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 99,610 حالات مؤكدة، في حين تمثل للشفاء 67,127، من بينهم 272 حالة تماثلت للشفاء. كما سجلت أمس 5 وفيات، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 2,756 وفاة، رحمهم الله جميعا.
قامت صباح اليوم وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو بزيارة تفقدية لدار المسنين بدال إبراهيم بالعاصمة للوقوف على مدى تطبيق الإجراءات الصحية. باريزة جلمدة. اطلعت وزيرة التضامن الوطني وقضايا المرأة كوثر كريكو خلال زيارتها إلى دار المسنين بدال إبراهيم على التدابير الوقائية لتفادي انتشار فيروس كورونا واصفة إياها بالإيجابية. فرصة مزدوجة لتفقد مدى التطبيق الصارم للتعليمات التدابير الاحترازية والوقائية لدور المسنين. للحمد لله سجلنا نتائج جد إيجابية للمحافظة على صحة هذا المسنين في المراكز التابعة للقطاع على المستوى الوطني منذ بداية الجائحة. خدينا جملة من الإجراءات من أول لحظة وين جانا الخبر بتواجد حالات كوفيد في الجزائر. كل خدامين معنا تحولنا وربي يطول في عمركم إن شاء الله كي زرتونا وتفكرتونا وربي يحفظنا المدير تاعنا ويحفظنا خدمات تاعنا ما شاء الله. وفي الختام أعطت وزيرة التضامن إشارة انطلاق عمليات التعقيم التي ستشمل جميع مؤسسات رعاية الأشخاص المسنين. ارتفع عدد الوفيات إثر انقلاب سيارة رباعية دفع إلى 21 ضحية أفارقة بعدما توفي أحد المجروحين قبل نقلهم إلى مستشفى تمنراست. حادث الانقلاب هذا وقع في النقطة الكيلومترية 115 بين أراك وعين مقل بولاية تمنراست، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى عين مقل بينما باشرت مصالح الأمن التحريات لكشف ملابسات الحادث. حادث وقع بالنقطة الكيلومترية حوالي 110 من أراك باتجاه عين مقل. للأسف الشديد أسفر الحادث على وفاة 20 شخص، ثم توفي شخص الشخص الواحد والعشرون في على مستوى مستشفى عين مقل. تم إسعاف ونقل 10 ضحايا، تم نقلهم إلى مستشفى عين مقل. وبالنسبة للمتوفين فالعملية جارية لإجلائهم لمصلحة حفظ الجثث على مستوى مستشفى تمنراست. بعد مباشرة بعد تلقينا لبلاغ عن وقوع حادث بمنطقة عين مقل، يعني قمنا بتسخير كل الأطقم الطبية خاصة الأطباء يعني المختصين، كما قمنا بإرسال سيارات إسعاف مع فرق طبية إلى عين المكان من أجل إجلاء الجرحى، واللي عددهم 10 جرحى. لحد الآن الجنسية تاعهم مش معروفين، لأنه حتى واحد ما لقينا عنده وثيقة، ما كاش واحد اللي عنده الهوية تاعو ما نعرفوه، لا من نيجر ولا من مالي ولا دولة أفريقية واحدة أخرى. في التنمية المحلية مشاريع هامة وحيوية استفادت منها منطقة تينيا المصنفة كمنطقة ظلين بالمقاطعة الإدارية جانات على غرار شق الطرق والربط بشبكة الكهرباء، إلى جانب حصة مختبرة من السكن الريفي. إبراهيم بالخير. منطقة تينه بالمقاطعة الإدارية جانيت نقطة من نقاط الظل العديدة التي استفادت من برنامج تنموي استعجالي تضمن شق الطرق وتعبيدها تزامنا وربط القرية بالطاقة الكهربائية انطلاقا من مدينة جانيت. وضع حيز الخدمة شبكة كهرباء على مستوى قرية تيني، هذه القرية المصنفة كمنطقة ظل، الحمد لله اليوم الحلم أصبح حقيقة، وقد استفادت من فك العزلة بشق طريق معبد على مسافة 10 كيلومتر من جهتين الشمالية والغربية بمبلغ غلاف مالي يقدر ب 18 مليار. كمنتخبين محليين نثمن أولا مجهودات الدولة الرامية إلى تحسين إطار المعيشي للمواطن، سواء تعلق الأمر بشبكات شبكة الطرقات، المياه الصالحة للشرب، شبكة الصرف الصحي. كما استفادت تينه من أقسام جديدة تعويضية للمدرسة الابتدائية وحصة معتبرة من السكن الريفي شرعة في ربطها بشبكات المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي. أهل واغي ماني دغا التريسيتي سالدي دغا القسم ويغسنن سالدي بارك الله فيهم. اليوم ما شاء الله رانا فرحانين على واغ ديوسن
على الصطلاسيو تاعنا التريسيتي ها من غاسة هنا قيمة أيوة ها من أنا قلان بالصح ما زال ورني يرد. تم الاتفاق على إنجاز خزان بالمنطقة لأجل التزود الساكنة بالمادة الحيوية وهي الماء وتحسينا لظروف التمدرسي بهذه المنطقة النائية. تحرص السلطات المحلية على ضمان وجبات ساخنة للتلاميذ بالمطاعم المدرسية. في شأن الصحراوية قال ممثل جبهة البوليساريو بسويد والنرويج حدي الكنتاوي أن أكبر هدية للشعب الصحراوي في عام 2020 هي العودة إلى الكفاح المسلح لاسترجاع السيادة على كامل أراضيه المحتلة، مؤكدا أنه لم يعد هناك ما يتفاوض عليه الشعب الصحراوي مع سلطات الاحتلال إلا الخروج من الأراضي الصحراوية المحتلة مبرزا الانتصارات التي يحققها الجيش الصحراوي على الصعيدين البشري والمادي. وصلنا بهذا الخبر إلى ختام هذا الموعد الإخباري. قبل أن نفترق تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل معي، شكرا جزيلا على المتابعة والوفاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.